تحت رعاية وزير الصحة الدكتور علي العبادي احتفل مساء أمس بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الطب. الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ضمت 87 طبيبا وطبيبة سينضمون إلى كوادر وزارة الصحة. احتفل مساء أمس بتخريج الدفعة 32 من طلبة كلية الطب البالغ عددهم 87 طالبا وطالبة. وأكد راعي الحفل وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور إبراهيم هادي عدم ادخار الوزارة أي جهد في دعم الأطباء وتطوير أدائهم وتدريبهم ووضعهم على طريق النجاح. إن وزارة الصحة إذ تحتفل باستقبال كوكبة جديدة من أعضاء الفريق الطبي فأنها تهيب بهم استخدام كافة الإمكانات المتاحة لهم في سبيل خدمة وراحة المرضى أثناء تأديتهم لواجبهم المهني. كما دعا مسؤول الوزارة الطلاب إلى استكمال دراساتهم العليا والانضمام للبرامج التخصصية داخل الكويت أو من خلال الابتعاث للخارج. أن حسن اختيار التخصص الذي يطمح إليه الطبيب مستقبلاً سواء على صعيد البرامج التخصصية أو في مجال الابتعاث للخارج يرسم مستقبل الكيان الطبي لدولة الكويت ويحدد الاكتفاء من التخصصات المطلوبة مستقبلاً. من جانبه قال عميد كلية الطب في جامعة الكويت الدكتور عادل الخضر أن إدارة الجامعة دأبت في سياستها على الاهتمام بمخرجاتها التعليمية لا سيما الطالب الذي يمثل خير استثمار في بناء الإنسان وتعليمه وتدريبه. إدارة الجامعة دأبت في سياستها على الاهتمام بمخرجاتها التعليمية وعلى رأس تلك المخرجات الطالب، فهو محور الاهتمام لأن الاستثمار في بناء الإنسان وتعليمه وتدريبه وإكسابه المعارف وتسليحه بالمهارات هو نقطة الانطلاق إلى بناء قواعد المجتمع الحضارية. وأكد الخضر أن التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة قائم ومستمر لتحقيق أهداف التأثير الإيجابي على التطوير في التعليم الطبي والخدمات الصحية.